مساء الخير واهلا بحضراتكم وتغطية جديدة وموضوع مختلف. الحقيقة انه يمكن مع استمرار صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس ادارة الصندوق، فالحقيقة انه بيستمر في توفير الخدمات العلاجية لمرضى الادمان من خلال الخط الساخن 16023، ولكن بيتم الان توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات. الحقيقة أنه بيحق للموظف التقدم للعلاج طوعية دون وقوعه تحت طائلة القانون طالما تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وكمان خضوعه للتحليل. الحقيقة أنه دكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي قال أن أي موظف لديه مشكلة مع تعاطي المخدرات عليه التقدم للعلاج من خلال الخط الساخن مثل ما ذكرت لحضراتكم 16023 مجانا، وسيكون ذلك في سرية تامة مع توفير الخدمات العلاجية من خلال 28 مركز للعلاج طالما أنه تقدم بعد تطبيق القانون. من حق الموظف التقدم أيضا للعلاج دون أي مساءلة قانونية طالما أنه تقدم من تلقاء نفسه للعلاج قبل نزول الحملات حملات الكشف إلى مكان عمله كمان، ويعني طالما تم ذلك قبل خضوعه لتحليل الكشف عن التعاطي، ومن دون ذلك سيتم فصله في حالة ثبوت تعاطيه لأي نوع من أنواع المخدرات. هناك أكثر من مرحلة خاصة بقانون الكشف عن متعاطي المخدرات، الحقيقة أنها ستتم أو يعني تم منها في خلال الفترة الماضية تم إجراء كشوفات على 450 ألف موظف في 29 وزارة، وتم تخفيض نسب التعاطي من 8% في سنة 2019 ل 1.7% خلال الفترة الحالية. والقانون بعدما تم نشره في منتصف يونيو الماضي، الحقيقة أن القانون أتاح أمام المتعاطي فرصة 6 شهور من أجل التقدم للعلاج حتى لا يتم تنفيذ الفصل من العمل بشكل مفاجئ، وبالتالي أي موظف سيتم توقيع الكشف عليه ويتبين تعاطيه مواد مخدرة سيتم فصله بشكل فوري بعد مخاطبة الجهة الإدارية. يمكن كمان من آليات عملية الكشف اللي بتتم من خلال لجان مشكلة من صندوق مكافحة الإدمان ووزارة الصحة ومصلحة الطب الشرعي، بيتم الحصول على عينة استدلالية، وفي حال وجود شبهة لتعاطي بيتم تحريز العينة وتحويلها إلى معامل وزارة الصحة، وإذا أراد الموظف التظلم بيكون هناك مندوب من مصلحة الطب الشرعي بيمكنه من التظلم من خلاله. بالنسبة لكل من تهرب من التحليل أو بيمتنع عن إجراء التحليل فسيتم معاملته معاملة الإيجابي أو متعاطي المخدرات، كمان دي نقطة مهمة جدا واجب التنويه عنها وبيطبق عليه القانون. وإذا تقدم الموظف حتى بعد تطبيق القانون توعية للعلاج من الإدمان سنقدم له الخدمة ولن يقع تحت طائلة القانون ولن يواجه أي مشكلات، كما أنه سيحصل على الخدمة أيضا بشكل مجاني. يعني دي كانت أبرز التفاصيل فيما يخص هذا الملف، وبالتأكيد دوما بنقف مع حضراتكم على كافة التفاصيل. بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة، وانتظرونا في تغطيات جديدة على مدار اليوم. إلى اللقاء.